سنعرض لكم أهم الاكتشافات التي عثر عليها العمال عن طريق الصدفة. سنأخذكم في رحلة عبر التاريخ، فلنبدأ. جواب إلى المستقبل. عثر العمال على حاوية زجاجية عند وضع حجر الأساس لبناء مبنى جديد لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 2015. هذه الحاوية كانت تشبه الكبسولة الزمنية. اتضح أن هذه الحاوية كانت موجودة في عام 1957 على شرف افتتاح معمل تابع للجامعة في هذا المكان. كانت هناك أوراق علمية في هذه الكبسولة وبعض الاختراعات الصغيرة. كانت إحدى الاختراعات صغيرة تحمل اسم كريوترون. اعتقد العلماء أن الكريوترون سيلعب دوراً كبيراً في عام 1957 في تطور التكنولوجيا، لكن هذا الأمر لم يحدث. بقيت الزجاجة في الأرض 58 سنة، وكان من المفترض أن تمكث وقتاً أكبر. كانت هناك علامة على الزجاجة تشير بمنتهى الوضوح أنه لا ينبغي فتحها حتى عام 1957، لكن هذا لم يمنع العلماء من فتح الكبسولة قبل الموعد المراد ب 942 عام. في نفس العام من 2015 قام فريق من العمال كان يقوم بترميم أحد الجسور في اسكتلندا باكتشاف علبة حديدية أصابها الصدى وأسفلها. كانت هذه العلبة تحوي جريدة في حالة جيدة جداً بتاريخ سبتمبر 1894، وأيضاً زجاجة ويسكي. ربما تشير هذه العلبة إلى أمسية جميلة بعد يوم عمل شاق، لكن المتحف قام بمصادرة الزجاجة التي يبلغ عمرها 100 سنة قبل أن تمتد إليها أيدي العمال. قطار إلى الماضي. اصطدم عمال البناء في عام 2016 أثناء مد خط سكة حديد للمترو بشيء ما ذكرهم بالثراء والرغد الذي كانت تعيش فيه المدينة في الماضي. الأشياء التي بدت لهم كأنها حطام كانت عبارة عن أسوار قديمة لمبنى به أرضيات مزركشة. هذا المبنى كان سكنيا، بلغت مساحته أكثر من 920 متر مربع، وبني في عهد الإمبراطور أدريان وفقا لآراء المؤرخين في القرن الثاني من الميلاد. كان هناك ممر مستقيم يبلغ طوله 100 متر يقوم بربط غرف يبلغ عددها 39 غرفة. يقول الخبراء أن هذه الغرف ربما كان يعيش بها الحرس الخاص للإمبراطور. كانت هناك اكتشافات ثقافية وحياتية أخرى. استكمالا لتلك الاكتشافات المعمارية، قام علماء الآثار الذين أتوا إلى مكان التنقيب بالعثور على الكثير من العظام والعملات البرونزية والحلية. العثور على كنز. عندما قام المواطن تيم جونس بشراء قطعة أرض عليها منزل، لم يكن يعتقد أن التجديد الشامل الذي سيقوم به في هذا المنزل الجديد سيقلل من ثروته، بل على العكس سيزيد منها. عثر أحد العمال على تجويف في الحائط أثناء إجراء أعمال التجديد في المنزل. هذا المستودع السري كان مليئا بالمظاريف التي تحوي بداخلها على مجوهرات. لحسن الحظ كان العمال على درجة من النزاهة والشرف وسلموا الاكتشاف لصاحب المنزل. اتضح أن هذا المستودع تم صنعه من قبل صاحبه السابق، لكن كان من الصعب إيضاح الهدف منه لأنه توفي قبل أن يشتري الرجل الجديد المنزل بست سنوات. تولت أسرة الرجل الذي توفي بيع المنزل، لكنها لم تهتم في العثور على أي مستودع للكنوز قبل طرح المنزل للبيع في المزاد. حاولت ابنة صاحب المنزل القديم أن تأخذ المجوهرات عن طريق المحكمة، لكن المحكمة راعت أن صفقة البيع قد تمت بنجاح، لذلك رفضت ادعاءها. العناكب. عادة يكون النقص في الميزانية أو التأخير في توريد المواد الخام هي السبب في إيقاف مشروع بنائي ضخم، لكن في هذه المرة نجد أن العناكب هي سبب إيقاف المشروع خاصة إذا كانت نادرة. لا تكمن المشكلة في أن هذه العناكب بدت أكثر سمية أو عدوانية، بل كان يعتقد أن هذه العناكب قد انقرضت بالفعل، لكن عثروا عليها في تكساس
أثناء بناء جسر بلغ تكلفته 15 مليون دولار. تم التعرف على هذه العناكب عندما قام العمال باكتشاف أول مستعمرة منها أسفل الأرض بمترين بسبب جسمها الشفاف والفريد من نوعه. تم إيقاف البناء إلى أن جاء المعنيون من حماية البيئة من أجل أن يقرروا ما هو الحل مع الجسر والعناكب. قامت اللجنة المشتركة بإصدار قرار في هذا الشأن بعد عامين بأنه يمكن استكمال بناء الجسر إذا لم تؤثر عملية البناء على مستعمرات العناكب. تسببت العناكب في حدوث خسارة مادية للشركة المنفذة وفقا لتقديرات الخبراء بقيمة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات. نصف طن من العملات. عثر العمال أسفل أقدامهم على ما يقرب من نصف طن من العملات الرومانية أثناء مد خط أنابيب في إسبانيا في عام 2016. عثر العمال على عملات برونزية وفضية منذ العصر الروماني في مدينة تومارس الواقعة بجنوب إسبانيا، وهي محفوظة تحت الأرض في 19 جرة من الطين. أعلن العمال الذين كانوا يقومون بالحفر في الأرض لوضع الكابلات الكهربائية عن هذه الجرات: لقد قاموا بتحطيم 10 منها بالصدفة بينما بقي 9 جرات سليمة. كانت العملات تزن 600 كيلوغرام وبدت في حالة ممتازة لأنها ملئت بعد صكها مباشرة ولم يتم استخدامها ثانية. ربما تكون هذه العملات مخصصة للجيش الروماني أو لموظفي الإمبراطورية الرومانية. معظم العملات المعدنية من البرونز، وعلى البعض منها نجد أنه يوجد طبقة من الفضة. أكثر شيء يقلق المتخصصين هي الأسباب التي بمقتضاها تم الاحتفاظ بالنقود في الجرات التي كانت تستخدم في الأساس لحفظ الماء أو النبيذ. من الممكن أنهم كانوا يحموا مرتبات الجنود الرومان من أيدي اللصوص بهذه الطريقة. سفينة تحت الأرض. تم اكتشاف سفينة كبيرة قديمة تحت الأسس الخرسانية لمباني المدينة من الفترة ما بين 1775 حتى 1798 في مدينة الإسكندرية في ولاية فيرجينيا في عام 2016. قام العمال بإيقاف البناء وتركوا الموقع لعلماء الآثار الذين استطاعوا العثور على سفينة يبلغ طولها 15 متر. لكن كيف ظهرت السفينة في وسط المدينة؟ أكد المؤرخون أن هذا الاكتشاف منطقي جدا بسبب وجود رصيف للميناء في المدينة منذ وقت سابق، ولكن بسبب انحسار المياه تم نقله خارج حدودها. كان حظ السفينة جيدا حيث قامت طبقات الأرض السميكة بحمايتها من الأكسجين، أي من التأثير السلبي للبكتيريا. يعتقد الخبراء أنه منذ قرنين ونصف كانت هذه السفينة تستخدم في المجال العسكري والمدني، لكن يوجد سفن أخرى تم اكتشافها في أكبر المدن. على سبيل المثال، تم اكتشاف سفينة في يوليو 2010 أثناء تفكك الأساس الخرساني للمركز التجاري العالمي السابق في نيويورك. أثبتت العينات الخشبية من السفينة التي تم العثور عليها تحت الأرض لمركز التجارة العالمي أن السفينة تم بناؤها في عام 1773. ليس من المعروف ما إذا كانت السفينة غرقت عن طريق الصدفة أم أنه تم التضحية بها وتم إغراقها من أجل توسيع ساحل جزيرة مانهاتن. مومياء السيدة داي. لا يوجد اكتشاف آخر أدهش المؤرخين أكثر من هذا الاكتشاف، وهي مومياء السيدة داي التي يتجاوز عمرها 2000 سنة. تختلف قصة هذا الاكتشاف عن القصص الأخرى، حيث اصطدم العمال أثناء شق أحد الأنفاق بمباني غير عادية مثل قبر على شكل هرم مقلوب. تم العثور على 4 توابيت موجودة بداخل بعضها البعض. كانت هناك مومياء لسيدة ملفوفة ب20 طبقة من الحرير في أحد هذه التوابيت، وكانت مغرقة في السوائل. هذه الإجراءات كانت تمنع دخول الهواء والرطوبة والبكتيريا إلى الجسم، وبالتالي كانت الجثة تتحلل ببطء. الشيء الغريب أن السائل تبخر بسرعة بلا أثر بعد فتح المقبرة. إلى هنا نكون قد انتهينا. اكتب في التعليقات ما هو رد فعلكم إذا اضطر البناء للتوقف بسبب العناكب الصغيرة.